قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة من أمتي مخلصا بها صلى الله عليه بها 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، أعزائي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكيف وافق القرآن الكريم في كثير من الأحداث التي استبقها، أنه وافق القرآن الكريم في مسألة استئذان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى في توبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسألة أسرى بدر أيضا. يقول سيدنا عمر: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه. عبد الله بن أبي من كبار المنافقين، فقام إليه صلى الله عليه وسلم، فلما وقف يريد الصلاة تحولت حتى قمت على صدره أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا وكذا، والقائل كذا وكذا، وبدأ يعدد، يقول: أعدد أيامه الخبيثة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت. قد قيل لي قول الله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإني خيرت، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، إني خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا سأستغفر لهم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له زدت. ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم ومشى معه على قبره حتى فرغ منه. طبعا الكلام عن عبد الله بن أبي. يقول سيدنا عمر: فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان في القرآن الكريم، قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. يقول سيدنا عمر: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. من مواقف سيدنا عمر أيضا التي وافقت القرآن مسألة الاستئذان. ما الذي حصل؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار إلى عمر بن الخطاب يدعوه وقت الظهيرة، فدخل عليه وكان نائما، كان سيدنا عمر نائما رضي الله عنه، لكن أثناء نومه كان قد انكشف بعض جسده. فلما دخل عليه هذا الغلام قام سيدنا عمر فقال: اللهم حرم الدخول علينا في وقت نومنا، اللهم حرم الدخول علينا في وقت نومنا. وفي رواية أخرى قال: يا رسول الله، وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستئذان، يعني أن ينزل الله سبحانه وتعالى آية قرآنية تأمرنا بالاستئذان قبل الدخول. فإذا بقول الله سبحانه وتعالى ينزل، قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فكانت هذه الآية الكريمة نزلت موافقة لما يقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفصح عن مدى حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صادقا ولم يكذب، مع أنه كان يستطيع الكذب لكنه قالها علانية. متى قالها؟ حينما سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن سمع كلام الحبيب: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. أراد أن يكون صادقا لم يكذب: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي في رواية من مالي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. صدق فيها، لم يكن كاذبا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، إشارة، لا يا عمر، لم يكمل إيمانك، لم يكتمل إذن، حتى أكون أحب إليك من نفسك. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه تأمل وفكر: من أهم؟ هل هي نفسي أهم علي وأعز علي، أم نفس الحبيب صلى الله عليه وسلم التي هي التي أنجتني وأخرجتني من الظلمات إلى النور، هي التي أنجت نفسي وجعلتها تسير على طريق الهدى؟ فقال: يا رسول الله، فأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن، الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. من المواقف الرائعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استأذن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له: يا رسول الله، ائذن لي بالعمرة، أذهب إلى العمرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا كان كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر. يقول سيدنا عمر: ما أحب أن يأن لي بها ما طلعت عليه الشمس، لقوله يا أخي، لقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا أخي، ما لو كان عندي ما طلعت عليه الشمس ملكا لي، ما أحب أن يكون بدلا من هذه الكلمة التي خرجت من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. في فتح مكة، لما نقضت قريش، له أيضا مواقف منها في فتح مكة، لما نقضت قريش صلح الحديبية خشيت من الخطر القادم من المدينة، أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح مكة،
فأرسلت أبا سفيان ليشد العقد ويزيد في المدة. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان ولكن بدون جدوى، أراد أن يتكلم مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة، أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكف عن قريش ويزيد في مدة العقد الذي بينهم. وخرج من عندها بدون جدوى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، يا محمد، سيدنا أبو سفيان قبل أن يسلم، فقال يا محمد أمهلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه شيئا أبدا. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فكلمه في أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدت غيري، أنا الذي أريد قتالكم، أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. وعندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا يدل على مدى شجاعة سيدنا ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومدى حرصه على فتح مكة ورد أبي سفيان وغيره من الكافرين. وعندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، وخشي أبو سفيان على نفسه، وعرض عليه العباس، سيدنا العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليه أن يطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق على ذلك. يقول سيدنا العباس قلت له ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله في الناس وصباح قريش والله. قال فما الحيلة أبو سفيان؟ يقول العباس ماذا أفعل، سيقتلني. قال فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب على عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك. قال فركب خلفي، يقول سيدنا عباس فركب خلفي ورجع صاحبه، فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا، فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا، وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على هذه الدابة، على عجز الدابة، قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يأخذه العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يقف مع عمر، فمضى. قال ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. قال قلت، يقول سيدنا العباس قلت يا رسول الله إني قد أجرته، فلما أكثر من شأنه، أي عمر أكثر عمر من شأنه من الكلام، لا يا رسول الله دعني أقتله، دعني أضرب عنقه. قلت له مهلا يا عمر، فلالله أن لو كان من بني عدي ما قلت هذا، بني عدي بني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كان من عشيرتك ما قلت هذا الكلام، فوالله لو أنك كان من بني عدي ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فالتفت إليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال مهلا يا عباس، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، الخطاب والده، أي أسلامك يا عباس كان أحب إلي من إسلام والدي يوم أسلمت، وما بي إلا أني، يعني وما ذلك إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أحب إسلامك أكثر من إسلام أبي، أحببت إسلامك أكثر من إسلام أبي. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذهب به يا عباس إلى رحلك
فإذا أصبحت فأتني به، كي يتكلم معه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت فذبحنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، يعني نذبح بعض الذي عندنا من الجمال أو أحصن أو غير ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنهم إن فعلوا قل الظهر، قلت الدابة التي نركبها، لم يعد عندنا يعني دواب نركبها، ولكن ادعوهم فليأتوا بفضل أزوادهم يا رسول الله. قال سيدنا عبد الله، يقول سيدنا أبو هريرة: فجعل الرجل يجيء بكف الذرة، كف من الذرة عنده، وجعل الآخر يأتي بكف من التمر، والآخر بالكسرة شيء من الخبز. سيدنا عمر اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن كل واحد أتى بشيء مما عنده، بفضل ما عنده من الطعام فقط. يقول: فجعل الرجل يجيء بكف الذرة، والثاني بكف من التمر، والآخر كسرة خبز، حتى اجتمع من ذلك النبش يسير. ثم دعا بالبركة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، املأوا في أوعيتكم. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضلة، أي زاد أيضا من ذلك الإناء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذاك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة من قالها ومات عليها ولقي الله سبحانه وتعالى بها من غير شك بها، لا يحجب عن الجنة، أو لا يحجبه الله تعالى عن الجنة. من مواقفه رضي الله عنه وأرضاه في المجتمع المدني في المدينة المنورة، كان عمر رضي الله عنه شديد الحرص على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه إذا جلس إلى رسول الله، طبعا هذا كله في مجالس المدينة الآن، لم يترك المجلس حتى ينفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحضر الدروس والمواعظ، وكان نشيطا ويستفهم ويسأل ليعلم ويعلم الناس. فكان نتيجة ذلك أن روى حفظ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 539 حديثا. تصدقه كان من جملة الصدقات التي يخرجها في سبيل الله، أنه أصاب يوم خيبر، أصاب أرضا، أتت من نصيبه أرض كاملة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منها، يعني أرض ما شاء الله خصبة، فيها الثمار، فيها الأشجار، يعني أجود منها لم يأتيني في حياتي، كيف تأمرني به؟ ماذا أفعل به يا رسول الله؟ قال، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يباع أصلها، الأرض وقف، ولا يوهب ولا يورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وقفها رضي الله عنه وأرضاه. فهذا موقف من مواقف سيدنا عمر رضي الله عنه في المسارعة في الخيرات وإيثار الحياة الآخرة على حياة الدنيا. ماذا يفعل فيها في الدنيا؟ أرض وفيها الخيرات، لكن لست بحاجة إليها، في سبيل الله تكون لي في الآخرة في الجنة إن شاء الله. كان رضي الله عنه وأرضاه يحذر وشديد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخاف أشد الخوف من البدعة،
فكان روي عنه رضي الله عنه عن المسور بن مخرمة وعبد الله بن عبد القاري أنهما سمعا عمر رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني أراجعه وهو يصلي، فانتظرته حتى سلم فلببته قدمت إليه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها أو تقرأ؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله لا هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فقلت، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، أخذته وذهبت به إلى رسول الله، فقلت: يا رسول الله، إني قد سمعت هذا الرجل يقرأ الفرقان، أي سورة الفرقان، على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال: يا هشام اقرأها. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لهشام: اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته، يقول سيدنا عمر، فقرأها القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت أيضا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منها. طبعا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة يبين لنا أن القرآن أنزل على 7 أحرف. طبعا العلماء هل يعني فرقوا أم لم يفرقوا، يعني هناك خلاف على أن هل هي 7 أحرف نفسها 7 قراءات التي نعلمها أو غير ذلك، لسنا بهذا الصدد، لكن الذي يهمنا أن نعلم من هذه القصة مدى حرص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الاتباع، وخوفه من تحريف القرآن أو من تحريف دين الله سبحانه وتعالى. منها أيضا نستفيد كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن القرآن أنزل على 7 أحرف، منها القراءات التي نقرأها، القراءات العشر التي المتواترة التي تواترت عند أهل السنة والجماعة جميعا. من البركات التي حاز بها سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه أنه كسب العلم من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكسب دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم له. نأتي إلى دعائه، كيف دعا له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية يلبس ثوبا وفي رواية قميصا، المهم قميصا أبيض رواية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجديد ثوبك أم غسيل؟ أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال: بل غسيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الجديد ويعيش محمودا حميدا يحمده الناس، ومت شهيدا، أن يموت شهيدا. فطبق، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فكان آخر شيء من وفاته رضي الله عنه أنه توفي شهيدا في سبيل الله على يد أبي اللؤلؤ المجوسي لعنه الله تعالى. كان عمر رضي الله عنه له هيبة، وكان الشيطان يهابه. يروي لنا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نساء، بعض النساء يكلمونه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، يعني أصوات النساء كانت أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، جلسوا جانبا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحك. فقال سيدنا عمر عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني ما القصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء،
عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، سكتوا وجلسوا مختبئين. فقال عمر رضي الله عنه وهو غاضب: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر مخاطبا النساء: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا له: نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إيه يا ابن الخطاب، إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا آخر. يقول الإمام ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله معلقا على هذه القصة: فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة، هذا لا يعني أن معصوم من الشيطان، إذ ليس فيه فرار إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع من ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.